مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في هذا اللقاء الخاص الذي يجمعنا هنا من القرية المتوسطية. هذا اللقاء الذي خصصناه لكم حصريا رفقة أحد نجوم رياضة ألعاب القوى، شاب جزائري سطع نجمه في سماء هذه الرياضة. سيتريكي، مرحبا بك. ميرسي خويا شفيق، بارك الله فيك، وشرف كبير لي أن يكون حاضر معك. ميدالية ذهبية وبرونزية أمام جمهورك، ماذا يعني لك ذلك؟ والله صراحة كان شعور جد خاص نفوز بزوج ميداليات في ألعاب بحر الأبيض المتوسط وهرم 2022. الحمد لله خدمت تعبت وفقني ربي على فان، حبيت نجيب دي ميداي دار، مي الحمد لله تبقى ميدالية ذهبية وأخرى برونزية، إنجاز تاريخي بالنسبة لي وبالنسبة لرياضة ألعاب القوى. الحمد لله قدمت الشيء اللي عليا وراني فخور بنفسي بزاف، وإن شاء الله في المستقبل نتائج أحسن إن شاء الله. حكينا شوية على التحضيرات، كيفاش كانت؟ ربما كانت قاسية باش لحقت لهذا المستوى. والله خاصة موسم 2022 وحتى 2021-2022 نقدر نقول لك هو أصعب موسم في مسيرتي الرياضية لحد الآن، لأني عشت ظروف جد صعبة، عانيت من مشاكل صحية كثيرة من بداية الموسم إلى حد الآن وما زلني العاني، لكن الحمد لله ساكريفيت باش نجي هنا للوهران وفقني ربي والحمد لله يا ربي. تريكي، شفناك بزاف قريب من العائلة تاعك، خاصة كي توج بالميداليات دائما تقول تحيا خويا ونشكر خويا، وشنو هو السر تاعك؟ والله كما نقول لك من العائلة تاعي عندي غير خويا، انا الاب توفى، خويا هو الانسان اللي قريب ليا بزاف، وخويا راهو بعيد سي كورسا، دائما هو السند تاعي الواحد، سي كورسا دائما نهديها له لي باسكو هو دائما واقف معايا ودائما يعاونني. ما قدرش يحضر الوهران اللي عنده ظروف خاصه اللي ما تسمحلوش انه يكون هنا، وكما قلت كاين حاجه سبيسيال سيرمون باسكو رانا نشوفوك كي تهضر على اخوك تهضر بشعور. بيان سور خويا، قلت لك هو لو سول اللي عندي في لا فامي، عندي اخواتي البنات وهو سي لو سول غارسون. بيان سور رانا قراب بعض انا بزاف، راهو اخ وصديق في نفس واحد في توقيت في وقت واحد. لهذا اي انجاز انا بالنسبه لي نهديه له لانه هو يسال فيه كأخ، لأنه ضحى معايا ووقف معايا بزاف. نهدي له البرونزية الميدالية البرونزية اليوم ليه ثاني كما هديت له الذهبية، قريب العائلة تاعي كاملة، أنا عندي خواتاتي البنات الأم العزيزة، عائلة تاعي كامل أطاشية بزاف، وهما واقفين، هما تقدر تقول هما لي سيبورتور في دار ليا. أكيد العائلة الصغيرة هي اللي دائما نتمنى إن شاء الله يتفاهمونا مع بالك نتعثروا لأسباب، لأن ما تقدرش تعثر بدون أسباب، يكون عندك هناك خلفيات سلبية اللي راح تظهر عليك. أكيد الخلفيات هذه اللي تعرفها غير أنت. بكل طبع الناس ما يحبوش يفهموا فيك تأخرت شوية، هذاك سير راحة، هذاك هذه حاجة سلبية بزاف. التتويجات ما يحوسوش يعرفوا ثاني كيفاش توج هذا اللاعب. تمام، باسكو كيما قلت لك أنا شخصيا في توت كورس نزيد نقول هذا الكلام، هذا الموسم هو صعب الموسم. موسم صعب من كل الجهات، لكن كما شفت حاربت هاد المشاكل اللي راني حاضر انا في الوطن مالغي مازالني نحارب في هاد المشاكل، والحمد لله يعني توجرت الحمد لله. بما انه مازالك ثاني صغير ومازال مشوار طويل قدامك. باذن الله انا ان شاء الله عمري 25 سنه تزوج، كما تذكر تزوجت بميداليات جميع المسابقات، ما زالت تخص الميداليه الاولمبيه. تريكي، شكرا جزيلا لحضورك معنا، شرفتنا وشرفت القناة. خويا بارك الله، شرف لي. إذا كان هذا الحوار الحصري الذي أجريناه مع البطل الجزائري ياسر تريكي، نلتقي في حوارات أخرى إن شاء الله، إلى اللقاء.